يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقه جديده من برنامجنا معاكم النهارده. موضوع حلقتنا النهارده شيق جدا جدا جدا، وانا الصراحه قلت ابتدي بيها الفقره الاولى. موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الميك اب. مفيش بنت ما بتحبش الميك اب، اكيد كلنا بنحب الميك اب، ولكن ساعات بنقابل بعض الحيره. مثلا لو احنا عندنا فرح بالليل، لو عندنا مثلا سهره، لو عندنا خطوبه، لو عندنا خروجه، ايه هو الميك اب اللي المفروض يكون مناسب للحاجات دي؟ طبعا معظمنا ما بيبقاش عنده اي فكره من الموضوع ده، ولكن عايزه اقول لكم ان انا معايا النهارده ميك اب ارتست، اجمد واصغر ميك اب ارتست على الساحه حاليا معايا ومعاكم النهارده استاذه روان عماد، اصغر ميك اب ارتست. ازيك؟ عامله ازيك ايه يا يا مونيكا؟ روان؟ الحمد لله عامله ايه؟ الحمد لله بخير انت صغيره يا روان جدا. يعني قولي لي بقى، قولي لي مين هي روان وازاي دخلتي المجال ده وليه اصلا يعني حبيتي مجال الميك اب ارتست؟ تمام. اول حاجه انا عندي 21 سنه، اسمي روان عماد، جامعه القاهره كليه التجاره. حبيت الميك اب، دخلت فيه من سنتين تقريبا. من سنتين؟ كان عندي خوف رهيب في الاول ان انا ايه ده، انا احط لحد ميك اب وابقى مسؤوله عن عروسه يوم فرحها اذا تطلع قمر طبعا كلنا في اليوم ده، طبعا فكان عندي مخاوف كتير جدا ان انا ازاي يبقى عندي الجرأة ان انا ادخل في المجال واحط ميك اب وكده. في الاول عشان اكسر خوفي ده قعدت اتفرج على فيديوز كتير لاجانب، ازاي ان انا احضر البشره، ان انا اعمل لها ميك اب، ازاي اعالج لو بشره مليانه حبوب وهالات، ازاي اظبطها، ازاي طبعا على نفسي. في الاول كنت بجيب صحابي اعملهم موديل بقى طبعا. الله. فبعد كده بدات ان انا اتطور واخد خطوه تانيه ان خدتي انا كورسز؟ طبعا خدتي كورسز؟ ما انا لما بقى ابتديت ان انا خلاص انا اتفرجت على فيديوز والجرأة خدتني خلاص اروح اخد بقى كورس وبدأت الشغل، والحمد لله ربنا وفقني ودخلت في مجال الاعلام مع مذيعين ومذيعات ما طبعا، شاء الله والحمد لله يعني عالمية يا روان ربنا الصراحة ما شاء الله يخليك. تشوفوني يعني. ربنا يخليك. طب قولي لي يا روان، انا مثلا دلوقتي عايزة احط ميك اب، اوكي؟ تمام. اكيد في خطوات مهيئة الاول لازم اهيئها لبشرتي قبل طبعا ما احط الميك اب دوت، طبعا. احكي لنا بقى. اول حاجه عشان تحط ميك اب ما ينفعش اللي هو هبد لازق كده اللي هو احط ميك اب على وشي مره واحده، طبعا لازم ارطب وشي، لازم ماسكات، في برايمر طبعا بيقفل المسام عشان خاطر احط الميك اب ما ياذيش وشي. طبعا لازم الماتيريال اللي بتستعمليها تكون اوريجينال عشان خاطر في ماركات بتحرق البشره طبعا وتبوظ البشره. في ناس كتير بتهمل الموضوع تقول لك ايه يعني ده انا هحطها ساعتين وخلاص، لا طبعا بيأذي البشره جدا. يعني هنا مثلا اعرفها ازاي؟ مثلا لو انا حطيت دوت على بشرتي وابتديت مثلا احس ان بشرتي بتحرقني، مثلا اعرف ان ده مش مناسب مع البشره بتاعتي؟ حضرتك انا عايزه اقول لك ان اصلا في نوع رموش ممكن تيجي تحطيها تلاقي عينك قد كده بعديها، يعني اوكي ممكن تبوظ لك الجفنه اصلا. يعني مش اي حاجه بتليق مع البشره؟ لا طبعا. لا طبعا، لا طبعا. اوكي. طب يا روان قولي لنا دلوقتي، يا روان انا في عندنا بيبقى انواع من الفاونديشن، تمام؟ ازاي اعرف ان مثلا ان هو الفاونديشن مثلا الفاتح ده هو ده اللي هيليق على بشرتي او كان غامق؟ اعرف اميز ده ازاي؟ ما انا واحد يعني يقدر مع احترامي يليق؟ ليكي هقطعك. اتفضل. اول حاجه هو مش بس في اللون، هو كل بشره ليها نوع فاونديشن. يعني انت بشرتك مثلا بشرتك حساسه، بشرتك دهنيه، بشرتك جافه، بشرتك عاديه، كل حاجه ليها فاونديشن. تاني حاجه بقى نيجي للالوان. اول حاجه انت لازم تعتني بيها اللي هو انت بشرتك نوعها ايه، تمام؟ لان ممكن اي بي سي اعرف بشرتي طبعا ايه، دهنيه ده اذا كان جافه. طبعا اوكي طبعا. تاني حاجه لازم عشان بس انا عايز اقول لك حاجه، انت ليه بتعملي كده؟ عشان البيجمنت يبان بروفيشنال، اوكي؟ ما يبقاش مبين ان هو سوري مجاير والكلام ده. تاني حاجه الالوان. في ناس بيضه تلاقيها بتختار اللون الفاتح قوي عشان تبقى تلاقيها ايه ده بتنور رقبتك لون ايوه ووشك لون، ده غلط جدا. اوكي. في ناس معتقده ان انت لما تيجي تختار الفاونديشن على ايدك هو الايد ابدا 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 مش نفس لون الوش خالص، انت لازم تختاريها في الجزء ده. يعني مثلا انا دلوقتي عايزه اجيب ما فاونديشن لازم بتختاري اول حاجه احطه انت على ما بتحط ايديا؟ لا انت ما بتحطوش على ايدك خالص، في ناس بتجربه على ايديها تشوفه هو هو ده نفس، مش صح، مش صح خالص. أوكي. لان لون ايدك يختلف تماما عن لون بشرتك. تمام. اوكي نهائي. طب اعرف انهي واحد احطه فين؟ لازم تجربيه في الحته دي هنا طبعا. اوكي تجربي، ولازم يكون يعني اغمق من بشرتك درجه درجه واحده درجه واحده عشان يديكي نفس لون بشرتك، لان احنا عندنا هنا كمان تحت العين اغمق من لون البشره. عندك حق فعلا، فده لازم نختاره بدقيه، ما ينفعش تكوني بيضه قوي فتجيبي درجه افتح منك، غلط جدا. تمام. هيديكي بيجمنت بشع يعني.
والله حقيقي فعلا. طب يا روان بصي، ساعات مثلا في بنات بتبقى عايزه تنزل الصبح، تمام، اوكي، وبنشوفهم في الشارع حاطين ميك اب اوفر كتير قوي، طيب سموكي ميك اب. اكيد في ميك اب للصبح. طبعا ايه هو بقى طبعا الميك اب؟ يعني انا مثلا عايزه احط حاجه بسيطه، مثلا قولي لي مثلا الحاجات اللي احنا المفروض نحطها حتى لو كانت رتوش اوكي بسيطه بصي، هو بس كل تظهر حاجه الشكل. بالظبط سيمبل كده، هو كل حاجه ليها ميك اب. طبعا في بنات بتروح الجامعه، وفي بنات مثلا لو شغلها، في بنات نازله خارجه. انا يعني من اكتر حاجات اللي بنصح بيها، ما يعني من الصعب جدا انت كل يوم تحطي فاونديشن، ده تمام. انت بتدمري بشرتك. البشره عامله زي يعني كانها بني ادم، ما تعتبرهاش بشره، بتتنفس، فبتبقى عايزه تتنفس. انا بنصح ان انت تحطي بلاشر، تحطي خفيف. كونسيلر طبعا عشان العين. فاونديشن لا الصبح بلاش بلاش، لان مع حطي سان بلوك، سان بلوك مع بلاشر، حلو. مع كونسيلر، حلو. الايلاينر بتاعك او المسكرة، بسيطة، حاجات بسيطة، ده الصبح. الله. لان الشمس اصلا بترهق البشرة وبوظها، طبعا بيبقى عليها سايد افكت او فلازم عامل مؤثر كبير بالظبط. على البشرة. بعدين الصبح بالنهار فبيبقى محتاج حاجات كلاسيكي كده بسيطة، حقيقي انما لما تحطي حاجات اوفر سموكي تبقي بشعة زي ما انت قلتي. حقيقي فعلا. بالليل بقى على حسب المكان اللي انت رايحه، اذا كانت سهره، اذا كان حفله، اذا كان فرح، كل حاجه بتبقى ليها الميك اب بتاعها، سموكي سامبل. بس بجد يا روان انت نورتيني النهارده، وانا الصراحه بجد اكيد الناس كلها استفادت النهارده بوجودك معايا في الحلقه. ده انا ليا الشرف اني طلعت حبيبتي معاكي والله، واكيد لينا ان شاء الله حلقات تانية باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، للاسف الفقره الاولى خلصت، ولكن لسه معايا فقره تانية الناس كلها مستنياها، وهي تفسير الأحلام. هطلع بس فاصل بسيط وراجع لكم تاني مكملين معاكم برنامجنا.